السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بيقول لك في البداية، يعني يا ريتكم الناس اللي بيشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، اللايك المتين. بيقول لك النهاردة أو أمس يعني الخميس كان في كارثة في اجتماع مارك كلاتنبرج مع الحكام. ليه يا عم كارثة؟ قال لك حكام مباراة المصري والمقاولين العرب، أنت عارفين دي المباراة حصل عليها جدل، والنادي المصري البورسعيدي خاطب لجنة الحكام وطالب بعدم وجود الحكام عبد العزيز السيد في لقاءاتهم مرة أخرى. المهم الاجتماع بتاع مارك كلاتنبرج كان فيه موجود الحكم الفار عبد العزيز السيد، الحكم المساعد أحمد صلاح، كل واحد فيهم بيتهرب. مش أنا بريء مين يا إخواننا اللي حط النقط بتاع الخطوط بتاعت مباراة المصري والمقاولين؟ كل واحد مش أنا. أمال مين؟ عفريت؟ عفريت جه وحط الخطوط؟ لا مش أنا معالي كلاتنبرج، مش أنا يعني. بيقول لك يرجعوا بقى للتسجيل والفيديو أو الصوت اللي موجود بتاع غرفة الفار ونشوف الكارثة دي. اتحط كأنه اتحط الواحد، فكرني فيلم النوم بالعسل، كأنه اتجلع لوحده يا بيه. ده واد ما عندوش دم بقى. المهم قال لك إيه برضه بالنسبة لأحمد سيد زيزو، يبدو إن أحمد سيد زيزو خلال المرحلة المقبلة ممكن يطالب بزيادة عقده مرة أخرى، لأنه والده بدأ يطل من جديد من خلال شاشات التلفزيون والبرامج التلفزيونية يتكلم عن عروض أحمد سيد زيزو. ولدك لسه مجدد يا راجل يا طيب، ما كملش شهرين وبأعلى مبلغ في مصر في القطر المصري كله، طالع دلوقتي تقول له والله أصل عنده عروض من نمط، وطول الوقت ابني عنده عروض، لكن صعب انه يخرج من نادي الزمالك في التوقيت الحالي. يعني لا، الزمالك هيكمل مع نادي الزمالك لنهاية الموسم علشان الزمالك في احتياج لأحمد سيد زيزو. والله براه عليك يا والد أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو كأنه هيكت مع السنة الجديدة لو ربنا أحيانا، أو الموسم الجديد، يا إما تزودوا لي عقد، عدلوا لي عقدي علشان أقعد مع كل يوم المبالغ والقرشينات والدولار بيزيد والقيمة المالية بتقل، يعني فإحنا لازم نواكب الحدث. هكذا يفكر والد أحمد، والد سيد أحمد سيد زيزو، أحمد بلين زيزو. بالنسبة للنادي الأهلي كان في كلام أمس صباحا فيما يخص صفقتين للنادي الأهلي، لاعب غاني ولاعب الضوي، لاعب النجم الساحلي واللاعب الغاني، لكن الأقرب الاثنين تحت السن. اللاعب الغاني دانيال إيفري لاعب هارتس أوف أوك، قال لك نسبة كبيرة غالبا ما فيش كلام عن هذا اللاعب، لكن بالنسبة للضوي في كلام وفي مفاوضات متقدمة مع هذا اللاعب، وكمان بيسهل الموضوع ان النادي الاهلي ليه فلوس عند النجم الساحلي الخاصة بالغرامة المالية اللي كان تم توقيعها على لاعب نادي النجم الساحلي سليماني كوليبالي، كانت وقعت على سليماني كوليبالي، والنجم الساحلي دخل وتوسط وتحمل هو هذا المبلغ، وطلب من النادي الاهلي ان يقسط المبلغ بضمانة النجم الساحلي. وبعد كده النادي الاهلي النجم الساحلي دفع قسطه، وبعد كده ما دفعش، النادي الاهلي اشتكى في المحكمه الرياضيه مره اخرى. فبنسبه كبيره ربما يكون هذا اللاعب لاعب جيد، سنه صغير، هيتقيد تحت السن، ان شاء الله باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي. احمد شوبير بيضرب مرتضى منصور او جماهير نادي الزمالك او جماهيريه نادي الزمالك في مقتل، بيقول لكم ورونا شعبيتكم يا بي. كل الناس بيقول لك كل الناس اللي معترضه وبتهاجم التصويت بتاع الجمهور الخاص بجائزه افضل لاعب، قال لك انتوا عارفين من دلوقتي، اتكلم عن الاسماء اللعيبه اللي مرشحين، قال انتوا عارفين من دلوقتي طبعا علي معلول، ونزلوا الاستفتاء تاني زي ما قلت لحضرتك، علي معلول مكتسح باكثر من حوالي 95%، يعني زيزو ومصطفى فرد الاثنين مش مكملين 5%، يعني لاعب بيراميدز ولاعب نادي الزمالك. شوف بيقول لهم انتوا عارفين من دلوقتي، يعني انتوا عارفين من دلوقتي مين اللي هيكسب ومحسومه، وانت زعلان ليه يا سيدي؟ هي دي الشعبيه، هي دي الشعبيه وهي دي الجماهيريه. البعض بيقول لك نلغي التصويت، لا نلغي ليه؟ هي مساله شعبيه وجماهيريه ودي حاجه ما تزعلش يعني. احمد سيد زيزو رفض انه يستلم الجائزه والاعلام بيضغط، لا ده ورينا شطارتك.
لدرجة إن الدرديري عمرو الدرديري بيقول لك جماهير الزمالك تنسحب بعد تدخل اللجان، وأنت كل مرة يا حبيبي والله اللي أنتوا بتقولوه ده بتقولوا إن قد جماهيرية نادي الزمالك، لو في لجان، اللجان دي يا أخي لو عددهم 100,000 جماهيريتك مش قد 100,000 على السوشيال ميديا، مفيش مستحيل أساسا تلاقي لجنة بتوصل للرقم ده، لجان مستحيل، اللجان كبيره بتاع 5,000 10,000 كلام فارغ يعني، لكن بقول لك يا أخي 100,000. لكن لما بدأ اللجان تقول أنا هنسحب يبقى أنت جماهيريتك بخ، ما أنتش قادر، فعامل زي معتز الشامي وإن هم اللي بيرددوا الدرديري وبتاع، لا ده اللجان يا عم الحاج إحنا مالناش فيه. طب ما تحاول تجرب كده يعني، النادي الأهلي كله جماهيريته لجان، كل الاستفتاءات لجان. واقول لك ايه، واحد تاني برضو الصنف علي مش عارف اسمه ايه، بيقول لك ايه علي معلول صارف على اللجان، يعني علي معلول كان صارف واكرم توفيق كان صارف ومحمد الجناوي كان صارف، يعني صارفين على اللجان يعني، والفلوس دي هم اللي بيصرفوا على اللجان. كابتن اكرام الشحات بينتقد جمال عبد الحميد ويقول لك هو اللي بيزيد التعصب، قال لك زمان كان الامور تمام التمام وزي الفل، وكان علاقتنا جيده ببعض اللعيبه والانديه والكن الاحترام لكل الانديه، لكن في التوقيت اللي احنا في دلوقتي التعصب زاد ما بين الجماهير، وده اصبح طبيعي. احنا بنتكلم عن التعصب ما بين الجماهير، وفي نفس الوقت ازاي مسؤول في نادي هو جمال عبد الحميد يقول لك القرعه الخاصه بمباراه النادي الاهلي قرعه موجهه، والفار بيتعطل في مباريات النادي الاهلي والزمالك لا، قال لك هو ده التعصب بعينه. كابتن اكرامي الشحات بيقول على جمال هو ده التعصب بعينه يعني، وفعلا يا ريت على جت على قد بيعطل الفار ده، بيقول لك الكولر من سويسرا والاهلي رايح كاس العالم عشان مقر الاتحاد الدولي في زيرو في سويسرا، بيقول لك انتوا ماشيين ناحيه اللي مش عارف ايه، يبقى انتوا لابسين ايه؟ لا يا راجل ده عبد كده يقول لك طياره بايرن ميونخ اتعطلت 9 ساعات، اوعى تكون مفكر انها بالصدفه. يا جماعه كمان حميد مسؤول في نادي الزمالك، عنده مجلس اداره نادي الزمالك، بيقول لك النادي الاهلي ما وراهمش غير النادي الاهلي. يا راجل يا طيب، ده واحد صحفي طلع بيقول لك ضرب الجزاء الحكم منحاز لنا عشان حسب لهم ضرب الجزاء علشان يتعادل، وما في المباراه مش فيها ضرب الجزاء اساسا للنادي الاهلي يعني. بالنسبه ل لاعب النادي الاهلي حسام حسن، اكثر من عرض لحسام حسن في عرض نادي الاتحاد السكندري، وفي عرض من نادي السموحه، وفي عرض من نادي فيوتشر، سننتظر ونرى وجهه حسام حسن وكريم وزياد طارق وايضا لاعب محمد محمود. مرتضى منصور بقى لو ما اخترنيش اي حد، مش هيختار اي حد من الزمالك، وما اخترتنيش وما اخترتش امير هشخرمكم، هما بيقولوا كده يعني، الشباب بيقول لك هتشخرمه ازاي؟ اطلع شخرمه على الشاشه، اطلع اقطعه على الشاشه، ازاي يا عم انت تختارش لعيبه نادي الزمالك؟ يبقى انت نصاب، ها يبقى انت مين يا ولد؟ انت بتاع ايه؟ ده انت ناصب على ده انت على. طبعا جريده ولا موقع المسها اللي ما بقاش يصدر ده ادهم كل الجوائز، وما اعرفش خدوا جوائز بتاعه تحليل افلام المشاهد الخارجه بتاعه عماره يعقوبيان، ادهم جايز احسن منظومه وغيره، وامير مش عارف احسن مدير كوره، وي وي كلام من هذا على ابوهم زي العسل. وشوشه اختاروا شويه مجموعه من لاعبي النادي الاهلي، طلع مرتضى منصور لا 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 الولد احمد الهواري بتاع وشوشه ده انت شغال عند علاء الكحكي اللي ناصب عليا انا شخصيا يعني، فطبيعي يعني ان انت تبدا بضفيره. كان مع ابراهيم سعيد، مش عارف ابراهيم سعيد مختفي، ربنا يكرمه ان شاء الله ويوفقه في مشواره مع نادي المجد السكندري يعني. لكن ده بضفيره ولاعيب النادي الاهلي وجوائز الافضل، لا 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 ما بيشرفش اي واحد زملكاوي يستلم جائزه وهميه من النصابين يعني، الجائزه اللي بتاعتكم اللي انتوا خدتوها كانت كده، اي حاجه غير كده وهميه. الله انت عايشين في كوكب في عالم موازي. قال لك الخطيب راح للكحكي والست رئيس قناه الشمس قال لها خلي مجد عبد الغني يخف عليا شويه، الخطيب اللي راح، الخطيب ما بيروحش، الخطيب ما بيروحش، يا الخطيب عامل خرم في دماغ ناس كتير. قال لك الزمالك لا يشرفه التعامل مع قناه النهار اللي فيها تامر امين اللي اهان الصعايده، والله تامر امين قال جملتين فيما يخص الناس اللي شاربين حجرين. قال لك واحد طالع بيقول لك اصل النادي راح كاس العالم عشان سويسرا، انت دماغك ايه يا عم الحاج؟ انت ربنا يودي انت دماغك 100 100 وربنا هديك كده وكرمك بالناس اللي بيصدقوك. قال لك اختاروا لاعب النادي الاهلي على مرتضى منصور، اختاروا لاعب النادي على حساب نادي الزمالك، اكرم توفيق هو لاعب محترم بس ازاي مصاب يعني؟ قال لك يا كحك يا نصاب يا نصب عليا انا وعليك احكام، انت اللي بتقيم يا اللي عليك حكم بالنصب، انت عاوز لاعب عندي ياخد جايزه من النصابين؟ لا طب لو طب لما نصابين بتتكلم عنه ليه؟ لا اللي تعبك يا استاذ مرتضى ان مفيش عندك حد راح، وبرضه الجواز دي بتيجي بالتصويت، لا عندك شعبيه حد يختارك ولا مع احترامنا يعني.
بالنسبة برضو اتكلم وقال لك عن الشركة الراعية والمفاوضات، وقال لك هنمضي العقود امتى مرتضى منصور؟ قال لك يوم الاثنين، وصلنا رقم جيد جدا يليق بنادي الزمالك، في مبالغ تانية جاية لينا مش هنعلن عنها دلوقتي. وقلتها للجمال الأزمة، السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، من أين أتيت بهذه الرعاية فجأة كده؟ وبعدين حتى لو جات لك رعاية، بقالك 8 أسابيع التيشيرت بتاعك خالي يا خلية القلب، مفيش عليه حاجة، طاروا 8 أسابيع تاني، والفلوس دي تفاوضت مع مين عليها على زيادة هذا المبلغ؟ وأنت تتفاوض ليه؟ أنت بيجيلك مقشرة الشركة المتحدة للمساوط الحصري بتتفاوض، وتقول لك هنجي لك بقرشين ساغ، واحنا عندنا نسبة في القرشين الساغ اللي انت هتاخدهم. الله يمسيك بالخير ايام الساغ. مين اللي لحق الساغ؟ ما لحقتش انا الساغ، انا لحقت الشيلن والبريزة والعشرة ساغ والريال، الشيلن والعشرة ساغ والريال والربع جنيه، الايام الشيلن سبحانك. المهم مرتضى منصور ايضا يعني عايز يزعل ممدوح عباس، وممدوح عباس مش هيزعل، كده كده الحساب محجوز عليه، وفلوس كهرباء النص الغرام ممكن تدفع عن نفس الحساب، فهياخدها ياخدها. بقول لك انا كلمت وزير الشباب والرياضه النهارده وقلت له يا معالي الوزير تدخل، خش بقلب جامد يا معالي الوزير، وزاره الماليه لها فلوس وضرايب على نادي الزمالك تقدر حوالي 60 70 مليون جنيه، كلمت الوزير علشان ندفع الفلوس دي للضرايب احسن ما يروحوا. وبعدين في قاعده يعني بيقول لك المال العام أولى بالسداد من المال الخاص، يعني فنسدد الضرائب على ذلك. وبنشكر ممدوح عباس على حسن عليها، فلوس كده كده هندفعها من نادي على نادي الزمالك فندفعها، بس ما ياخدش أي حاجة ممدوح عباس. فرج عامر اتكلم عن محمود شبانة لاعب نادي الزمالك المعار إلى نادي سموحة، واللي كان مرتضى منصور قالك بعد نجاح فرج عامر أو فرج عامر وفوزه برئاسة نادي سموحة، قالك هنرجع اللاعب تاني، مش هناخد مش هندي حد الفرج عامر. فرج عامر ما عنديش مشكله، لو العادي بتاعه يقول يرجع يرجع، بس هيرجع وناخد فلوسنا تاني عادي يعني، ولا الهوى ولا الهوى في دماغ فرج عامر. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، واستغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب. السلام عليكم ورحمه الله.